والله شباب كامدن تاون ستيشن. انا حاليا بكامدن ماركت. الماركت فيه تقريبا 500 محل وباسطات او اكثر. بس ناس عبارة بس ناس هسه شوفوا عبارة عن بس بشر بسطيات ومحلات خير من الله. هاي اول مرة اجي هنا بلابس التقليد. شوف بربري، شوف شورتات هاي اللي هنا الناس يجون يشترون منها، وانا اقول من لندن مين يشترون بربري شانيل كله تقليد درجة اولى. الاحزمة والجنط واي اي بوس واو. لك شوف النظارات، بس انا نظارتي اصلية مبينة اصلية. شوف الجنط الجوه فندي، هذا الراجل زيارة عليه، هاي كوتشي. وانا اقول للناس من يجون يجيبون هالملابس التقليد، والمطاعم هنا بيها حلال وكل افكار اكل حلوة. هاي حلوة والله، بس ارشي بارد اني ارشي مثلج لا والله مريض. ها خلينا اشوفهم صوتي دفعوني تروح اشتري شنو. يا اخي شنو الكثافة الناس. انا اللي عجبني مال ملابس التقليد، شوف هاي جنطة فندي حلوة ولا عبالك تقليد مبينة اصلية. يعني شوف جوردن، ما اعرف اصليات والله ما اعرف. واو لكان وين جيت؟ هاي هنا جماعة الطوبة تشيلسي، ساسوي لي زيارة قريبة عن تشيلسي ان شاء الله. بس وين نكمل؟ نكمل منا افضل. لا قطعون الشارع من السيارة تحسن. هذا مبين ما بيشي، بس الكثافة منا كثافة الناس. واو ملابس ماركات تقليد اصلية ما اعرف والله. هاي بالا اعتقد. شوف هاي الدشداشة جلد. كثافة ناس مو طبيعية. هاي شنو هون؟ طبعا هالمنطقة قريبة على توتنهام، او ملعب توتنهام، هي منطقة اسمها توتنهام واللي بيها ملعب توتنهام. طبعا الانجليز يحبون كلش الكرة، بكل مكان تشوف ملابس الكرة. هاي الهنود مبين من الفيل. نوار والله. شوف ديور، انا اشوف الناس تلبس كلها هيك واقول لك يا اخي من الناس يجيبون هالفلوس؟ صار تقليد اويلي، يعني ما مبين تقليد مبين اصلي. شوف النعالات يو، هذا حلو والله. ب 20 باوند ايش دعوه؟ ايش دعوه ب 20 باوند؟ لو يقطعون السير افضل، لانه الناس كثر على الاقل تمشي. شوف الجنط مال كريستيان ديور، شوف برادة والناس. مايستر كوبي؟ كل تقليد رقم واحد، والاخ يقول لي نو فيديو. شنو نو فيديو؟ احنا وين حبيبي؟ شنو تبيع بدون علم الدولة؟ لك كثافة ناس. شوف الفندي ملابس الألمان. كل ما ريال مدريد وارسنال كله يمكن تقليد مو اصلي، لكن هو قريب الاصلي الشكل. يا اخي كثافه عين بالشورجه ببغداد او اكثر من الشورجه وباب الشرجي. لك عيني كاشن الناس عشاق الملابس السوداء والهيجه حاجات. جميع جنسيات العالم هنا. ذهب العادي اعتقد مو لا يمكن مرتب. هاي جوردن كل التقليد هنا. ما اشتري تقليد يا جماعة، الأهدية بالأخص عزكم الله تطلع ريحة حتى لو تكون رجلك نظيفة
تكون جوارب جديدة نظيفة تطلع ريحة لأن المواد المستخدمية مو حلوة. هذا فستق بالكراميل وهاي منا النهر وشوف الكافتريات هاي جابنا هنا ولك شحي طلعني ما يصار بي طحالب هناك النهر هذا السد شوف ذولي عزب عيني ها شنو لك لقيت نفسي بنصهم يا ساتر استر ها شنو واو واو خاين الشورجة دا حس نفسي ببغداد بالشورجة شوفني هذا هل قد ايه ب 53 تقريبا 5 دولار 53 بي اكسسوارات بنات يحبوها البنات هاي لا بس اكسسوارات هاي سترات حلوه والله هنا المطاعم خلينا نروح عليها ونشوف شكو ماكو بس هذا بارد الطانيه والله هذه البلاعيم قهوه والله نبديها والله هاي بارات انا صور شغلات قديمه حلوه اكو ناس يحبون هاي سوالف انا مو من عشاق هيك سوالف ملابس حياكه هاوس تيشرتات بيض على الكتابه ماركات قديمه اصليه ملابس من قرضه من الشركات تلقاها موجوده هنا هاجت عمر هذا البومو كفرات ايفون حلوه صور لندن اوه حلوه والله هاي الصوره فوق من الداخل من اقدم الماركتات واشهرهم في لندن هاي احجار شغلات عجيبه شوف فوق شمو طبعا ما ادخل المحلات الداخلك وما يقبلون اصور بس اللي على البسطه يمكن يقبل اصور شغلات حلوه كثير شفت الاكل عرضت منها هاي طبعا انا شايفه فايت منها بالباص شفتها وما كنت اتوقع انه هذا كامدن ماركت كان عندي شغل بتوتنهام شوف الناس ما شاء الله هنا بعيدين على اكس فور حلو هاي الناس قاعد هنا تاكل ما اعرف هاي يا جاي يحط لك ياكل ولا يحجز تخيل نفسك بايطاليا بالشورجة ببغداد حتى بناء لندن قديم شوفوا بناء البيوت قديمة هنا كلها هاي الكابوي هاي ملابس اللي عليه كتابات خلينا نشوف هنا شكو ماكو جو على غني فر والله سوالف حلوة واو هذول مال الايمو يمكن مو والله ما اعرف هالمحل حلوه ملابسه صور حلوه تصاميم حلوه بس كتابات كلها غير لائقه يعني كلام مو حلو شغلات كثير مو حلوه يعني هو يعني شو نقول مال اولاد انا شفته مو يعني شباب وكبار
او تكون عندك حفله شيء مع اصدقائك بس شباب تلبس لك شيء بيها كتابه مو حلوه او كتابه غير لائقه يكون حبه. هذا حلال مبين هاي البرجر. واو دبل برجر. اعتقد حلال دم ما اعرف والله. هاي يمكن تجيب اكل وتقعد تاكل هنا. هاي ثانك يو. Just our show, what you have? Oh, nice. China food? Yeah, I do make some extra. Halal or no? Halal. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Where you from? I'm from Iraq. Yeah, I come from Malaysia, mashallah. Mashallah, assalamu alaikum. Sorry. شفايت بيتزا شكبرها. هاي يقسمون من عندها ويبيعون. هذا تاكو يبيع عزيزي. هاي اول مرة اشوف شكل هنا بلندن. لا ليش بس انت ما يسوون هيك شيء؟ موتونا بمنطقتي بس برجر. لك شوف الناس والعالم تاخذنا نسوي جوله منا على المطاعم. هاي حلويات خلونا من عندهم عادين ما بيها اي فائده. هسه جاي لهاي الصفحه جاها صفحه. هسه خلينا نشوف هاي الصفحه. هاي هنا فلافل. اكلنا فلافل بالعراق لحد ما بديت اشوفه اشبع. هذا اكل هم اسيوي. هاي هيك الماعون يصير. هاي هنا تتذوق. هاي حلويات يا الله. الحمد لله مو من عشاق الحلويات. مو من عشاق الحلويات الحمد لله. اكل بس مو بكثره يعني. اذا اشوفها مو اسيطر على نفسي ما اكل عادي يعني. في ناس بس يشوف الحلويات تفقد تترك الوجبه الرئيسيه وتاكل بس حلويات. ها هالكاميرات هنا. هسه تقول اشتري لك كاميرا احترافيه صور بيها واشتري لك مايك ان شاء الله قريبا قريبا. هاي الجنط حلوة. هاي الجنطة بناتية. والله حلو المكان هذا. فيديو واحد ما يكفي رادي فسبع ثمان فيديوهات. هاي مال لا زاد 18. أسن قولوا لي ها أسن خلونا. حلوات فني. يمكن عمل يدوي هي تسويها اعتقد. فنية عمرو دياب ان شاء الله ما ينقطع الصوت والحقوق. هاي مال الذهب والمصريين. انا طلعت ذولي وانا اصور الفراعنة. هاي فرعون واقفين يم فرعون ويبوس بيها. مو عيب مو فرعون يزعل نايم بقبره. هاي الالعاب كلها خساره ماكو اي رباحه. ريحه بخور الله. فريكاش ماكينه ريحه بخور ذكرتني ايش باجواء الاعراب بالكاظميه. من تدخل منطقه الكاظميه شو سيارات لك عيني. هذا الفيديو راح يصير طويل لو اسوي ثلاث اجزاء وما عندي وقت اشتغله مونتاج تمام. شلون ما اعرف. ما في شيء من ريحة الملابس اللي مال بالا لان يمكن هاي اصليه مبينه. اي اصليه. حتى هاي اصليه جلد. هاي اصليه جلد. بيذني أصليات جلد بس صراحة مو ديالهن. هذا كله جلد أصلي. الشغل الفوضي. هاي الفوضي هاي خلون بيها تحفيات قديمة.
هنا عطور زيتية. خلونا نتعطر بعطر حلو ما اريد اخربه. هاي حلو هاي. ما اعرف من طبيت من راح اطلع. ها منا الطلعي. ملابس كلها بيها صور عن شتون ما شتون. هاي حلوات والله. استني خامات ما اعرف والله. ها توباك هذا حلو والله. توباك في الله. خلي شوف التيشيرت توباك اشتري. ايه كاش محمد علي كلاي. مارادونا جوردن. واو حلوات والله. ذني هنا هنا هذا بابل سكوبار. لا هذا بابل سكوبار والله. جيمس بوند. سوري سار هاو ماش التيشيرت فور توباك. اوكي 2 ب30 و1 ب18. هذا حلو مال توباك الابيض. خلينا نشوفه دقيقة هسه جايكم. ما عجبني اشتري تيشيرت ما اعرف. صورة هو حلو مال توباك وايد خليه بس ما حلو ما اعرف. حسه مال اولاد يا اخي. بعد ما البس ملابس سادة والله احب السادة اكثر. هاي هنا بخور ما بخور بس ما اقدر اخليه بالبيت لانه عندي جهاز انذار. هذا بوذا سعر 4-5 باوند. هذا 6 باوند. هذا الفيل. رحت البخور كلش عجبتني والله. هاي مال الهنود. شغلينه غالي كله حقوق ينقطع الصوت دا يعني مداله. هاي خوش قماش والله ثخين والله. مال اطفال.